برحب بك يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت، واحد من افضل اللاعبين على مر التاريخ، مش في مصر وفي افريقيا، على مستوى العالم، احد اساطير الكره الطائره، عبد الله عبد السلام، وزي ما الجمهور بيقول يا هنانا يا سعدنا، عبد الله عبد السلام عندنا، ومعاه وش السعد بنته طبعا روزان. عبد الله برحب بيك. الكابتن هيثم بيقول لك مليون مبروك، كل الجماهير بتقول لك مليون مبروك، ويا هنانا يا سعدنا عبد الله عبد السلام عندنا. ربنا يخليك ويبارك فيك. ببارك للكابتن هيثم وضيوف الكرام، ببارك النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي المحترمه اللي مدعمانا من اول يوم لحد اللحظه ديت. ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي، ببارك للجهاز الفني، ببارك للاعيبه الرجاله، اللاعب اللي روح بعض، لنفوسها صافيه. خد البوسه دي الاول يا كابتن عبد الله. اللي روح بعض، نفوسها صافيه، بتحب الخير للغير. بشكرهم جدا، تعبوا من اول الموسم، حصل اخفاق السنه اللي فاتت وقبلها، الحمد لله. يعني فرقه الطايره في النادي الاهلي فريق كبير، بنرجع بالرد تاني بقوه ان شاء الله، ربنا يكرم. يعني خلصنا افريقيا على خير ان شاء الله، هنفرح النهارده، بكره نرجع تاني نركز تاني، عندنا الكاس سبت وحد. ده يعني قلت اللعيبه دي النادي الاهلي، ولازم عشان ابقى في المحافل الافريقيه والعربيه اكون رقم واحد، لازم اتعب ولازم اجتهد. زي ما انت شفت الفرقه كله يعني رجاله، كل بينزل بيأدي الواجب، الحمد لله رب العالمين. يعني زي ما قلت لك اقولها تاني، النفوس صافيه، الناس بتحب الخير لبعض، الحمد لله رب العالمين، ربنا كريم قوي. عايز اقف عند الكابتن الخطيب بالتحديد، وقت الاخفاق كان واقف في ظهركم، كان معاكم، وقت الانتصار ايضا معاكم، وقال لكم بننسى اللي فات وبنركز على اللي جاي، عندنا بطوله افريقيا النهارده بتوفوا بالوعد وبتحققوا بطوله افريقيا. طبعا بشكره جدا، يعني بحكم علاقتي بيه انا واحمد صلاح يعني من زمان جدا، يعني عشان احنا في النادي الاهلي، بشكره جدا. زي ما انت قلت في الاخفاق واقف معانا، قابلنا من شهرين فاتوا، الحمد لله رب العالمين، وعدناه ان احنا نرجع لمصر تتويج تاني، نرجع نكسب الدوري ونكسب الكاس ان شاء الله رب العالمين اللي جاي، ونكسب افريقيا ونعوضهم ان شاء الله، ونعوض جمهورنا على السنتين اللي فاتوا، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. جميله بقى، عايزه تقولي لبابي ايه النهارده؟ تقولي للكابتن عبد الله ايه؟ تقولي له مبروك. يلا، عايزك تقولي له، تقولي له مبروك يا بابا. مبروك. مبروك يا بابا. صوت عالي بقى جامد. مبروك يا بابا. احلى، ربنا يحفظها لك كابتن عبد الله. كابتن هيثم، زي ما انت قلت، واحد من اساطير اللعب، واحد من افضل اللاعبين على مر التاريخ، النفوس صافيه، كلمه ما بتمرش مرور الكرام، هتلاقيها جوه النادي الاهلي، هتلاقيها مع مجلس اداره النادي الاهلي، مع لاعبين، مع منظومه، مع جمهور، بيرسم النهارده ملحمه كبيره جدا. مليون مبروك يا كابتن هيثم، مليون مبروك لكل فرد ينتمي لمنظومه النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد.